حذرت منظمة الصحة العالمية من أن السلالة الهندية من فيروس كورونا دلتا في طريقها لتصبح السلالة السائدة في العالم، هذا بسبب سرعة انتشارها وتفشيها كذلك. المتحور دلتا غوا ومشاهدين الذي تم اكتشافه في الهند بات منتشرا في أكثر من 80 دولة حول العالم، وأصبح السلالة المهيمنة على الإصابات في عدة دول منها المملكة المتحدة، ما دفع حكومة بوريس جونسون لتأجيل إنهاء قيود كورونا شهرا آخر. ومن المتوقع أن تهيمن هذه السلالة المتحورة أيضا على الولايات المتحدة. ونتابع المزيد أيضا من أخبار كورونا من حول العالم.